بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 75 من الكتاب 16، كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، يعني دعاء الركوب للسفر لأي جهة كانت، سواء كان جهة حج أو أي جهة أخرى، دعاء الركوب عند السفر سواء لحج أو لغيره، لكل نشاط للإنسان سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا في كل نشاط. تستيقظ من النوم له ذكر، تريد أن تنام له ذكر، تريد أن تتوضأ له ذكر، تنتهي من الوضوء له ذكر، تريد أن تصلي له ذكر، تنتهي من الصلاة لها ذكر، تريد أن تأكل لها ذكر في البداية ولها ذكر في نهاية الطعام، حتى تريد أن تأتي أهلك لها ذكر، تريد أن تلبس ثوبا جديدا له ذكر، تخلع ثوبك له ذكر، تريد أن تدخل الخلاء لها ذكر، لدرجة أن من كثرة هذه الأذكار صنفت لها التصانيف. ومن أجملها عمل اليوم والليلة للإمام النسائي وكتاب الأذكار للإمام النووي، تخصصوا في ذكر الأذكار الواردة في المناسبات المختلفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الأذكار للإمام النووي كتاب لطيف عظيم، يعني أرجو ألا تخلو يعني مكتبة أي مسلم منه، لا ليضعوها على الرف بل ليقرأه ويعمل بما فيه. كتاب الأذكار للإمام النووي، ويلي كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي أيضا، لو كتاب لطيف، وإن كان الأذكار شمل ما في كتاب النسائي، فإذا جئت بكتاب الأذكار كأنك جبت الكتابين معه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 39 بعد 300 و3000، قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني مطيقين مذللين له، وما كنا له مقرنين إلا أن الله سخره لنا فصار تحت أمرنا وطاعتنا، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإنما تولوا فثم وجه الله، تترك مكان وتسافر لمكان تاني فأنت أيضا منقلب إلى ربك في كل وجهة، فأين تذهبون؟ فإنما تولوا فثم وجه الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. والبر كلمة جامعة لكل ما يرضي الله، والتقوى هي الخشية، خشية الله وتجنب ما يؤدي إلى غضب الله.
والتقوى عرفها سيدنا علي تعريف جميل، كل واحد طبعا عرفها، لكن سيدنا علي من اجمل تعريف التقوى تعريف سيدنا علي، قال العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، مش كده برضه؟ وخوف وخشيه والخوف من الجليل، يعني خشيه الله. يبقى ايه؟ قسمها اربعه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل. كلام سيدنا علي ده جميل، كانه حديث نبوي، لانه شرب من ايه؟ من النبوه سيدنا علي. ومن العمل ما ترضى، يعني كل ما يرضيك. اللهم هون علينا، يعني يسر. هون يعني يسر. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده، يعني قصر المسافة، لا تجعلنا نشعر بطول المسافة، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، إذا كان الله، مش ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم، يبقى صاحبك الله. فإذا كان الله صاحبك في السفر واستحضرت هذا، هل تستطيع أن تعصاه وهو صاحبك في السفر؟ هل تغفل عن ذكره وهو معك؟ كل هذا لتستحضر مراقبة الله وخشيته وأنه معك، فتتقوى به فلا تخشى مصاعب السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، كأنه استودع أهله وما رزقه الله لله حيث لا تضيع الودائع. والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، شدة السفر ومشقته، تسمى الوعثاء، شدة السفر ومشقته. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، سوء الحال، يعني سوء الحال، كآبة المنظر، سوء الحال، وسوء المنقلب، وسوء المآل. يبقى كآبة المنظر، سوء الحال في الايه؟ في الوقت. وسوء المنقلب يعني العودة، ألا أعود في حالة سيئة، ألا أعود إلى بيتي في حالة سيئة، بل أعود في حالة كاملة. وكم من مسافر يعود وقد ايه؟ حدثت له بعض الحوادث فيعود جريحا أو مصابا، أو لا يعود أصلا فيموت في سفره، كل هذا وارد. فهذه الأدعية أدعية مباركة. وسوء المنقلب في المال والأهل، وفي رواية والولد، لكن لما يقول والأهل ويسكت، الرواية اللي سكت دخل فيها الولد، لكن لما يقول والأهل والولد يبقى الزوجة والأولاد، مش كده برضه؟ ولما يقول الأهل يدخل القرابة كمان ويسكت. وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن، يعني قال نفس الأدعية دي وهو راجع برضه، وزاد فيهن آيبون، يعني عائدون، آيبون يعني عائدون إلى بيوتنا، آيبون تائبون، أي من كل ذنب وغفلة وبعد عن الله، عابدون أي عازمون على عبادة الله ما حيينا، لربنا حامدون على ما هدانا وأكفانا وأوانا. يبقى يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور. الحور يعني النقصان، بعد الكور يعني بعد الكمال والزيادة، فكان يعوذ من النقصان بعد الزيادة،
والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء قال: وحدثني حامد بن عمر قال: حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن حازم قال: يبدأ بالأهل، يعني في الأهل والمال إذا رجع، وفي روايتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قفل يعني عاد، يعني قفل راجعا. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدثنا عبيد الله ابن سعيد واللفظ له قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، قفل رجع، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، ثنية يعني طريق بين جبلين، أو فدفد مكان مرتفع، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هنا في زيادة ساجدون عن الرواية اللي هنا اللي فاتت. صدق الله وعده، ربنا بيقول: إن كان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق وعده وهو مع الصابرين، يبقى صدق وعده. والله يحب المحسنين، صدق وعده والله الموفق، يبقى إيه؟ صدق الله وعده ونصر عبده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا عبد لله تريد أن تنتصر، تستمد من نصرة الله لنبيك نصرة لك لأنك منسوب له، فكأنك ما تقول نصر عبده، تقصد النبي وتريد أن تكون متأسيا له، فكما نصرت النبي انصرني فأنا تابع له. نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب هم اللي تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ولا كل من وقف ضد الإسلام وتحزب في كل زمان وفي كل مكان تحتمل المعنى؟ وهزم الأحزاب وحده، يعني الله يهزم كل من تحزب واجتمع لإطفاء نور الله وللقضاء على الإسلام والمسلمين أو إزايتهم. فأنت بتستمد من سورة نصرة الله لنبيه على الأحزاب نصرة لك فيما تستقبل وتخاف من أمرك، وهو ذكر عظيم يستعمله المسلمون في أحوال كثيرة، بيتقال على الصفا أثناء السعي، ويتقال على المروة أثناء السعي نفس الذكر ده، وبيتقال في في تكبيرات العيد، ويقال أيضا عند المسير في أثناء عودتك من سفر، تقول كلما مررت على مكان مرتفع أو على انحدار أو على طريق ملتوي أو شيء من هذا، تكثر من هذه الأذكار المباركة. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا معن عن مالك حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
يعني بدل ثلاثا التكبير مرتين. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يحيى بن ابي اسحاق قال قال انس بن مالك رضي الله عنه اقبلنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم انا وابو طلحه وصفيه رديفته على ناقته. امنا صفيه ام المؤمنين كانت رديفه النبي على ناقته يعني تركب خلفه. حتى اذا كنا بظهر المدينه قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وعن أبي قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. ذي الحليفة اللي هي أبيار علي اللي هي من قتل أهل المدينة، كان النبي إذا خرج من المدينة يريد الحج يمر عليها يبدأ إحرامه منها، وكان إذا أراد العودة يمر عليها ويصلي فيها لأنها وادي مبارك حتى يصل خبر، لأنها قريبة من المدينة قرب مقدم النبي وصحابته معه، فتستعد النساء في المدينة لاستقبال أزواجهم. وكان إيه كثير من العلماء لأنها كانت ذي الحليفة في الطريق كانوا عند عودتهم من الحج أو العمرة يمروا بذي الحليفة ينزلوا فيها يصلوا، ولو كان في وقت غير صلاة ينتظروا صلاة عشان يصلوا فيها لأنها وادي مبارك. باب التعريس يعني النزول ليلا للاستراحة للمسافر، يبقى باب التعريس لأن النبي كان لا يحب أن يدخل المدينة ليلا حتى لا يفجأ النساء وإيه والبيوت والأطفال نائمة، كان لا يحب أن يتركهم طروقا ولكن يدخلوا مع الضحى مع بداية اليوم حيث النشاط وكل مستيقظ يستقبل النبي وهكذا. دي أداب نبوية شريفة عظيمة. فكان لما يجي الليل عليه وقرب للمدينة يقوم ينزل بقى يستريح عشان ايه يدخل المدينة نهارا. يبقى التعريس النزول ليلا للاستراحة. التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة، يعني إذا عاد من الحج أو العمرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. يعني كل ما كان يرجع سيدنا عبد الله بن عمر برضه من عمرة أو حج كان يعمل كده برضه يناخ بالبطحاء اللي هي إيه جزء من ذي الحليفة اسمه البطحاء اللي هم عملوا فيه الوقت المسجد حاليا في مسجد في أبيار علي معروف كبير، هو دي المكان ده وادي البطحاء. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع مواضع استراحات النبي ونزول النبي في كل حج وعمرة، كان يتتبعها وكان يعرفها جيدا رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة، أتي يعني جاءه الوحي
يبقى أتي في معرسه أي موضع نزوله ليلة بذي الحليفة، فقيل له وحيا إنك ببطحاء مباركة، يبقى ده مكان مبارك، يعني الدعاء فيه مستجاب ويستحب فيه العبادة ويستحب المكس فيه، أدي معنى البركة. فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بكار ابن الريان وسريج بن يونس، واللفظ لسريج، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ، أي المكان يعني الذي بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. الوقت بقى دخل المكان ده في تجويف المسجد الكبير اللي عملوه هناك. كويس لما بتروح هناك. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. هل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ولا يوم عرفة؟ وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سيدنا أبي بكر لما نبينا بعثه ليؤذن للناس وقال لا يحج البيت عريان في الحجة اللي هي سبقت حجة الوداع، أمر بأن يعلم الناس في يوم النحر. ففهموا كثير من العلماء أن يوم الحج الأكبر ويوم النحر لأنه فيه أكثر أعمال الحج. يوم النحر بترمي جمرة العقبة وتحلق وتنحر وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج لو ما كنتش سعيد، يعني بتعمل حوالي 5 أعمال من أعمال الحج في يوم واحد. فيبقى ده عشان كده قالوا عليه يوم الحج الأكبر. الحمد لله يهديكم الله وسلم. وفي قول تاني وهو يعني لا يقل برضو وجاهة أن يوم الحج الأكبر هو عرفة، يوم عرفة، بدليل قول النبي الحج عرفة، ولأن أي شيء في الحج ممكن أن تفعله في أي وقت إلا عرفة، إذا فات وقتها فات الحج. شكرا. النبي قال الحج عرفة، يعني من أدرك عرفة أدرك الحج، يوم عرفة. فيبقى يوم الحج الأكبر يحتمل معنيان، عرفة يوم عرفة ويحتمل يوم النحر، وممكن يبقى هما الاثنين يوم الحج الأكبر. يبقى يوم الحج الأكبر مش شرط يبقى يوم واحد. وكان عادة الجاهلية كانوا يطوفوا بالبيت عرايا حتى ولو امرأة أو رجل، يعني نادي العراة بتاعت أوروبا دي برضو نظام جاهلي برضو. كانوا هم بقى يفلسفوها ازاي، ما كل حاجة ليها فلسفة، والشيطان لازم يفلسف لك الأعمال الغريبة، فهمت ازاي؟ فيقولوا لا احنا عايزين نطوف في الكعبة زي ما ولدتنا أمهاتنا من غير ذنوب ومن غير هدوم، علشان ايه؟ ربنا يغفر لنا، يعني لبيان كمال الافتقار الى الله وانهم خرجوا من الدنيا كما دخلوها لا يملكوا شيء، فهمت؟ ادي ايه الفلسفة الشيطانية اللي كانت تخليهم يطوفوا عرايا، فهمت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يطوفوا بالبيت عريان، وامر بستر العورة وبالحياء، وجاء الدين بهذا الامر. والا لان العري عادة الحيوان والانسان مكرم، مش كده برضو؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى خصوصية بني ادم لتكريمهم انهم يلبسون ثيابا يواروا بها ثيابهم وتجملوا بها، مش هنمشي بقى زي الكلاب وزي الحيوانات وزي، شوف الاوروبيين عايزين يرجعوا البشرية تاني كلاب وحيوانات، ها؟
عايزين يرجعوهم كده ويتباهوا ان هم يمشوا ورايا، يتباهوا. حاجه غريبه الشكل، يعني عايزين يعيشوا كلاب. الحمد لله الذي يعني اكرمنا بهذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، علمنا الحياء وحمانا من اي فكر شيطاني ولو كان منمق ايه ومرتب. ما ممكن الشيطان يرتب لك كل حاجه، حاجه متفلسفه كده جميله، تقوم تخيل على مين؟ على العالم اللي مخهم قليل ضعيف النفس. وعن ابي قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو مين؟ محمد بن شهاب الزهري، الامام الزهري اسمه ابن شهاب. ان ابن شهاب اخبره عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع، في رهط يعني في جماعه يؤذنون في الناس يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وربنا هنا بيقول وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فيبقى يوم الحج الأكبر وبعتهم يوم النحر. وعلشان كده في علماء قالوا إيه؟ إن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر بدليل هذه الرواية. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. ونقف على باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.